فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا إن صفات الله سبحانه أزلية، تقول ما معنى أزلية؟ يعني لا بداية لها، أزلية لا بداية لها، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن معناه إذا قلنا حدثت معناه أن الله كان ناقصا قبل أن تحدث، كما تقوله الجهمية كان ناقصا، فهو كامل سبحانه وتعالى. نعم.